يا ترى فلوس رأس الحكمة راحت فين؟ وإزاي رغم كل التدفقات الدولارية اللي استقبلتها مصر مؤخراً سعر الدولار رجع يرفع تاني؟ لو عاوز تعرف الإجابة تابع معنا الفيديو ده. مفيش حد في مصر إلا وبيسأل هي فلوس صفقة رأس الحكمة راحت فين؟ وفي الساعات الأخيرة معهد التمويل الدولي كشف بعض التفاصيل اللي بتقول الحكومة عملت إيه بالظبط بفلوس رأس الحكمة. المعهد أفاد في تقرير حديث ليه أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي من مارس اللي فات ولحد دلوقتي، وده تقريباً بيمثل ما يقرب من 15% من قيمة ديون مصر. وأكد المعهد أن السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة واللي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات يورو بوند بقيمة 2 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي. وبسبب سداد مصر لجزء كبير من التزاماتها الخارجية، أبدى عدد كبير من المستثمرين تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري بسبب التدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة. وفي مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، أكد المستثمرين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقق أهدافها المالية، وإن الهدف الوصول بالفائض المحلي إلى 3.5% من الناتج المحلي ممكن هدف طموح جداً، خصوصاً لو خدنا في الاعتبار إن 1% من الهدف ده هيتحقق من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية. واتفق المشاركين في مؤتمر معهد التمويل الدولي على إن مصر هتحقق عام آخر من الفوائد الأولية في الموازنة، وإن ده هيضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. تقرير معهد التمويل الدولي قال إن مبلغ المتوقع من صفقة رأس الحكمة بعد سداد جزء كبير من ديون مصر هيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التجديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، وإن ده هيؤدي إلى تحقيق فوائد أولية أكبر. وأكد المعهد أن الإصلاحات الأخيرة اللي عملتها الحكومة هتقلل الإنفاق خارج الموازنة، واللي كان هيتسبب في ضغط كبير على المالية العامة للدولة. وتوقع تقرير المعهد بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وقال إن ده هيتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد اللي بتدفعها على الديون واللي تجاوزت 100% من الإيرادات. وقال كمان إن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدلا من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، وعلشان كده بمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم من المتوقع أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.